السلام عليكم اخواتي، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم ام زينب حياني. انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله، كل من عليها فان. توفي الثلاثاء المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان احمد شوقي بن يوبي عن سن يناهز 66 سنه بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج. وازداد أحمد شوقي بن يوبي الذي عينه الملك محمد السادس دجنبر 2018 في منصب مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان بمراكش سنة 1957، والراحل حاصل على إجازة في قانون العام سنة 1984، وهو محامي بهيئة الرباط وعضو بمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011، كما شغل عضوية الهيئة الإنصاف والمصالحة ومجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بحماية وتصدي الانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية. وشغل الراحل بن يوبي أيضا منصب نائب سابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منصب مستشار لدى مرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل. كان يشتغل قيد حياته خبيرا ومكونا في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال. وللراحل أحمد شوقي بن يوبي إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها العدالة الأحداث الجانحين وضمانات محاكمة العادلة والهيئة التحكيم المستقلة، كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية منها على الخصوص حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مؤلف الجماعي، والمغرب والاختفاء القسري، والبرلمان الطفل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويوسع عليه، يجعل مثواه الجنة يا ربي، والله يصبر العائلة ديالو على فراقه ويرزقهم الصبر والسلوان يا ربي. دعواتكم مع أخوتي وخواتاتي بالرحمة والمغفرة، فهنا نكونوا سنين الفيديو إلى فيديو قادم وأخبار جديدة، والسلام عليكم.